السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي الطلبة وطالبات المستوى الثالث مقرر اللي بتدرسوا معايا مقرر إدارة العلامات التجارية. أهلا بيكم مرة تانية المحاضرة التانية في بناء قيمة العلامة. احنا خلصنا الجزء الأول، كنا شرحنا بوسو أهم حاجة في الجزء الأول كانت نظرية أكر ونظرية كلر، فأنا عايزاكم تعرفوا كويس قوي كل نظرية مكوناتها إيه بالظبط، وكل واحد فيهم كل عالم من العلماء كانت إيه وجهة نظره بالظبط في بناء قيمة العلامة، وأي حد فيكم مش فاهم أي حاجة يقول لي. وزي ما اتفقنا هحط أسئلة بإذن الله عشان أدربكم على طريقة الأسئلة تيجي إزاي. الحاجة التانية بقى، إحنا إن شاء الله الأساينمنت ما اتلغاش، الأساينمنت شغال ان شاء الله. الاساينمنت الاجزاء اللي خلصتوا منها انتهيتوا منها، عايزين تبتدوا، انا عايزاكم تعملوا بقى حاجه لطيفه جدا، احنا هنشير النولج مع بعض لان ده جزء مهم جدا من الشيرنج والمحاضرات والتعلم. كل واحد فيكم هيسجل برزنتيشن على صوته، هتقسموا البرزنتيشن. هنفترض كل مجموعه من مجموعاتكم فيها مثلا 3 4 برزنتيشن، كل مجموعه سوري كل مجموعة من المجموعات عاملة ايه؟ عاملة مثلا 20 سلايد باوربوينت. طيب ماشي، انا مجموعة نبيل هيمسك ال20 يقسمهم على 5، يعني كل واحد 4 سلايد، كل واحد هياخد ال4 سلايد يسجل صوته عليهم ويبعتوا لنا، ونبيل هيبعت لنا كلنا 4 فيديوهات متسجل صوت وصوت، يعني مش ضروري صورة، صوت وخلاص، متسجل بصوته 4 وبصوت حازم 4 وبصوت حاتم 4 وبصوت أنا فاكرة شهاب كان معاك 4، يعني دول الأسامي اللي أنا فاكراها في مجموعة نبيل مثلا. فخلاص بقوا 20 سلايد كلها شرح، ابعتوها 4 فيديوهات على الجروب بتاعنا، هنسمعها ونشير النوليدج فيها وهكذا كل مجموعة. إذا عندكم أفكار تانية لتنفيذ فكرة شيرنج النوليدج في الابليكيشنز بتاعت البراند اكويتي أنا معاكم، اكتبوا لي على الجروب بتاع الواتساب. بس في معلومه صغيره عايزه اقول لكم عليها، الاساينمنت يا اولاد ما كانش معمول عشان حضراتكم تاخدوا ال10 درجات وبس، الاساينمنت كان معمول عشان نابلاي كل كلمه نظري بناخدها على الجانب العملي اللي الشركات بتنفذه، عشان تتاكد طول الوقت القناعه بتاعتي ان العلم يستخدم في الابلكيشنز في التطبيقات. تمام يا اولاد؟ طيب يلا نكمل مع بعض كده. مصادر قيمه العلامه طبق الاكر هي الوعي والسؤال، وقلنا ان احنا مهتمين جدا بفكره قوه الارتباطات، مهتمين جدا بفكره، لا انا اخترت السلايد الغلط كده، مهتمين جدا بفكره قوه الارتباطات، او ان خصائص الارتباطات يجب ان تكون قوه الارتباطات، ملائمه ومناسبه الارتباطات، والحاجه الثانيه تفاوض الارتباطات. تعالوا بقى نشوف مع بعض، يعني عشان نفهم الثلاث نقط دول لازم ناخد عكسهم. طيب ما هي خصائص الارتباطات التي تشكل صورة العلامة التجارية وبالتالي هي مصدر من مصادر القيمة؟ تاني، ما هي مصادر قيمة العلامة التجارية؟ الصورة والوعي. طب ما هو مكونات صورة العلامة؟ الارتباطات. طب ما هي خصائص الارتباطات حتى تكون صورة العلامة إيجابية؟ خصائص الارتباطات هي أن تكون قوية، أن تكون ملائمة يعني إيجابية، أن تكون متفردة يعني مختلفة عن العلامات المنافسة. طب لو صورة العلامة يا ولاد ضعيفة غير ملائمة يعني سلبية غير متفردة يعني موجودة عند الناس كلها، يبقى صورة العلامة شكلها ايه؟ صورة العلامة مهزوزة ضعيفة سلبية، بينما عندما تكون الارتباطات قوية وإيجابية ومتفردة تكون صورة العلامة قوية إيجابية ملائمة أو مناسبة، قوية أنا آسف، قوية إيجابية متفردة. خلاص، يبقى هي ده الفرق بين علامتين. خلي بالك ممكن تبقى علامتين تجاريتين بس كل واحدة فيهم صورة العلامة مختلفة، علامتين تجاريين معروفين لكن في واحدة فيهم صورة العلامة قوية وفي واحدة فيهم صورة العلامة ضعيفة. اللي بعده، أنا عندي هنا يا ولاد حاجة لطيفة جدا بقى لإنشاء قيمة العلامة التجارية. طبعا يجب على المسوقين أن يستجيبوا وينشئوا استجابات مواتية للمستهلك، والحاجة التانية إنشاء صورة العلامة الإيجابية من خلال ارتباطات تجارية قوية ومواتية وفريدة، الكلام اللي إحنا قلناه من شوية، ملخص الكلام يعني. طيب في حاجة بقى اسمها البوزيشننج أو بناء المكانة المدركة. البوزيشننج، what the meaning of positioning؟ انت عارف ان البوزيشننج هي استراتيجي
مهمة جدا علشان نحافظ على قوة صورة العلامة. ما هي المكانة المدركة؟ المكانة المدركة معناها ان انا يبقى عندي segmentation للسوق، وعندي كل سوق من الاسواق دي في مفاهيم اساسية، وعندي المنافسة ابقى محدد شكل المنافسة بالظبط في هذه الاسواق، وعندي نقاط تشابه واختلافات بين الايه الادراكات. يعني ايه؟ طيب انا دلوقتي لو ببيع دواء للاطفال، فيتامينات للاطفال، بتبص تلاقي علبة الدواء كده ايه عليها رسومات اطفال وبالالوان، وفي فيتامينات كده تبص تلاقي الفيتامين نفسه والكبسولة نفسها ملونة، وبقى طعم الفراولة، طعم النعناع، طعم الشوكولاتة، ايا كان. طب ده السوق المستهدف بتاعي، صح؟ طيب انا بقى عايزة ابني كل هذه الخصائص اللي انا قلتها هي مدخل لإيه؟ لإنشاء مكانة مميزة لهذه العلامة التجارية لدى القطاع المستهدف الأطفال وآبائهم. طب ما هي، طب سؤال بقى، هل جميع فيتامينات الأطفال نقاط التشابه، هل ما هي طبيعة المنافسة؟ طبعا المنافسة في سوق الأدوية بصوا يعني ما هياش عنيفة، لأنه مش كل من هب ودب بيدخل سوق الأدوية زي ما بيقولوا، هي تقدر تقول عليها متوسطة خلاص، يعني إلى ما هياش محتدمة. يعني المنافسة ليه؟ التصاريح اللي بتتاخد عشان تدخل سوق الأدوية والاستثمارات اللي مطلوبة منك عشان تعمل مصنع أدوية وتعلم علامة تجارية الأدوية دي عنيفة جدا جدا. فالحقيقة طبيعة المنافسة ما هياش عنيفة، لكن ممكن تبقى فيه 10 مصانع أدوية بتقدم فيتامينات أطفال، نعمل إيه؟ يبقى لازم يبقى عندنا نقاط تشابه مع هذه العلامات التجارية ونقاط اختلاف. نقاط الاختلاف أنا عاملاها ألوان، عاملاها بطعم مختلف، عاملاها بأشكال الحيوانات أو قلوب أو أشكال عرايس صغيرة، عاملة العلبة ملونة وعندي اسم تجاري، دي نقاط الاختلاف. طب نقاط التشابه، نفس المادة الفعالة، وإيه كمان؟ الجرعات، ما اقدرش ادي للطفل اكتر من جرعه. يبقى في يجب ان تكون نقاط تشابه مع العلامات المشابهه، ونقاط اختلاف وتميز مع العلامات المشابهة. اربطها لك بقى بالكلام اللي احنا قلناه قبل كده عن صوره العلامه التجاريه، هفكرك نقاط الاختلاف اللي احنا قلنا عليها في السلايد اللي قبل اللي فاتت، التفرد بتاع الارتباطات. يبقى نقاط الاختلاف هنا تخص ايه؟ نقاط الاختلاف تخص ايه؟ الارتباطات التي ايضا تشكل المكانه المدركه. ادي المكانة المدركة للعلامة، هي عبارة عن تصميم صورة للشركة بحيث تحتل مكانة متميزة وقيمة في أذهان المستهلكين أو المستهدفين. تحديد المكانة المناسبة في أذهان المستهلكين أو شريحة السوق، أن يتيح للمستهلكين التفكير في منتج من وجهة نظره بشكل راسخ وإيجابي. أنا عايزاك تعرف بالظبط تحديد وإنشاء المكانة المدركة للعلامة التجارية، ما هي خطوات، تعرف الخطوات كده 1 2 3 4 اهي. بص بقى الخطوات موجوده في السلايد دي. تحديد العملاء المستهدفين، احنا قلنا الاطفال والاباء والامهات. تحليل نوع المنافسه التي يواجهونها في قطاع السوق المستهدف، قلنا ان هو سوق غير مزدحم، المنافسه فيه ليست عنيفه، منافسه متوسطه، تمام. عوائق دخول السوق كثيره جدا. نوع المنافسة هي حجم الاستثمارات اللي بتبث، يعني هما بينافسوا بعض بإيه؟ بحجم الاستثمارات اللي بتضخ في تطوير المنتجات، تطوير الأدوية والاكتشافات الخاصة بالأدوية. يعني كل ما شركة فيهم أعلنت إنها اكتشفت دواء جديد، إنها ثبتت نتائج إيجابية لدواء معين هو من اكتشافها أو يخصها أو عندها النوهاو بتاعته، هي دي المنافسة الحقيقية في هذه الأسواق. طيب تحديد ميزات المنتج وارتباطاته التي تختلف، ها أهي تختلف وتتشابه مع منافسيه. إحنا قلنا تتشابه في عدد الجرعات، المادة الفعالة، كميتها، يمكن ساعات الطعم ما بنعرفش، المادة الفعالة بتبقى مرتبطة بالطعم ما بنعرفش نغيره قوي، لكن الارتباطات اللي بتختلف هي الألوان المختلفة اللي عملوا بيها، الأشكال المختلفة اللي عملوا بيها، حباية الفيتامين عملوها على أشكال لعب، عملوها على ألوان مختلفة، عملوها بطعم مختلف، بيحاول شوية، خلي بالك الطعم بيبقى ظاهري، يعني بيحط شوية سكر كده بالفراولة على طعم الكفر كده من خارجي، يجي الطفل يمصه وبعدين يجي يبلعها يلاقي الطعم المر اللي هو بتاع المادة الفعالة الأصلية بتاعتها.
فيعني هو بيتحايل على الموضوع، لكن انا بشرح الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك تستطيع مهما كانت صعوبة منتجاتك تستطيع ان تميزها بالكثير من الارتباطات المختلفة. وايه بيقول لحضرتك عملية التجزئة، احنا خدنا التجزئة في التسويق على فكرة، وخدنا التجزئة في سنة تانية في التسويق، لما قلنا ان احنا بنستخدم عوامل محددة لتجزئة السوق، من ضمنها العوامل الديموغرافية، ولا انا هقولها بسرعة قوي، العوامل الديموغرافية والعوامل السايكوجرافية ومجموعة ضخمة من العوامل، مجموعة اخرى من العوامل الجغرافية والعوامل السلوكية. لما احنا نقسم السوق يا اولاد ونحدد طبقا ونبتدي نحدد معايير التجزئة الحجم وامكانيات الوصول والاستجابة، يعني ايه؟ يعني لما تقسم السوق بتاعك طبق المعايير اللي قلنا عليها تبتدي تقول هو حجم السوق ده ضخم ادخله، هو دخول السوق ده سهل، هو استجابة السوق ده هتبقى سريعة، يعني لما اجي ابيع منتجاتي هيشتروها هقدر ادخله، السوق ده كبير يعني هفضل ابيع كميات ضخمة من المنتجات بتاعتي في هذه السوق لانه سوق ضخم. طيب دي معايير التجزئة اللي قلتها لكم من شوية اهي، بصوا هعمل لكم عليها اللي هي ايه، تجزئة سلوكية اللي هي معايير السلوك، تجزئة ديموغرافية اللي هي خصائص السكان، تجزئة سيكوغرافية اللي هي النفسية، تجزئة اللي هي الجغرافية. تعالوا كده نشوف مع بعض كل واحدة فيهم يعني ايه معناها. الحتة دي احنا خدناها في التسويق قبل كده، بس احنا بنقولها هنا عشان حتى تقوم ببناء استراتيجية تحديد المكانة وبناء المكانة يسموها بوزيشننج. على فكرة بوزيشننج دي يا ولاد لوحدها بتعمل فيها رسائل دكتوراه، يعني بتتعمل فيها رسالة دكتوراه في البوزيشننج دي. البوزيشننج دي عملية مش سهلة جدا، انك انت تخلق مكانة مميزة للسلعة بتاعتك في ذهن وعقل المستهلك، عملية ليست بالسهلة ابدا. طيب تعال نشوف ايه بقى الخطوات. بيقول لك اولا جزأ السوق، تبقى نستخدم المعايير السلوكية، يعني ايه؟ لا 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 بيقول لك استخدم المعايير السلوكية. يعني ايه استخدم المعايير السلوكية؟ يعني هم في موضوع المنتج الفيتامينز اللي بتاخدها الأطفال، هم الآباء والأمهات بيستخدموها ازاي؟ معدلات استخدامهم للفيتامينز دي لأولادهم قد ايه؟ هل الأطفال في سن صغير أفضل من إن أنا أعمل لهم حبوب يبلعوها، أعمل لهم توفي أو أعمل لهم بونبوني يمصوه ويقرقشوه، ولا أعمل لهم شراب دي مناسبة الاستخدام؟ خلي بالك من حاجة، أنا هنا لما أجي أبيع لطفل منتج زي دواء فيتامين أو مضاد حيوي مختلف تماما، لأن لما أبيعه لراشد عاقل اللي هم بيسموهم الأدلتس اللي هم ناضجين، فأنا هنا بدرس سلوك الطفل وأولياء الأمور في عملية إعطاء الفيتامينز للأطفال، سلوكهم بيدوها لهم امتى، بيدوها لهم ازاي، بيوديها لهم بمعدلات قد ايه، الاطفال بيفضلوا ياخدوا الحاجه ايه، مشروبه مبلوعه يقرقشوها باسنانهم ياكلوها زي اللبانه ايه بالظبط، وايه الفوائد المطلوبه اللي هي الماده الفعاله اللي مطلوب توصيلها للاطفال. خلاص اللي بعد كده عند حضرتك مثلا معايير سكانيه، طبعا الفيتامينز اللي انا بحكي عليها دي كلها يجب ان يكون الافراد اللي هيشتروها دخلهم بصوا مرتفع، أعمارهم متزوجين لديهم أطفال، نوعهم عادة السيدات، بنستهدف السيدات الأمهات طبعا أكتر، تعليمهم مستوى تعليمهم مرتفع علشان يبقوا عارفين أهمية الفيتامينز للأطفال وإمتى يدوها وإمتى ما يدوهاش، مستوى المعيشة بتاعهم طبعا مرتفع عشان يقدروا يتعاملوا مع منتج مرتفع القيمة، وفي نفس الوقت هم بيبقوا اجتماعيا واقتصاديا مستواهم المعيشي مرتفع. فهو دي المعايير السكانية للفئة اللي أنا هستهدف بيهم إن أنا أبيع لهم هذا المنتج. بينما المعايير النفسية بتاعتهم بيبقوا عادة الناس عادة بيبقى عندهم درجة كبيرة من العلم والوعي لدرجة ان اتقلبت عندهم لموسوسين، يعني ايه؟ لانهم قاريين ودارسين كويس قوي، عارفين ان الفيتامينز الاطفال ما بياكلوش اكل معين، الاكل ده خلي بالكم من حاجة، الاكل ده الاطفال لو كلوا كل انواع الاكل بكميات محددة يقدروا يحصلوا على
المركبات الغذائيه المطلوب انهم تدخل جسمهم في سن معين، لكن في الحقيقه الاطفال ما بيتعودوش انهم ياكلوا ده. فقيم واراء الاهل دول بيبقوا عارفين كويس قوي انه بيبقوا قاريين ومتعلمين ومستوى تعليمهم عالي، فبيبقوا فاهمين كويس قوي ان طبيعه وطريقه اكل ولادهم مش هتخليهم توصل لهم الفيتامينز المطلوبه، فلازم ياخدوها از ايه، از حبوب او شراب او غيره الاطفال ياخدوه. فبتبقى عندهم مخاوف، بتبقى عندهم وسوسه، بتبقى عندهم تعلم عالي، فبيبقى عندهم فهم شديد جدا لطبيعه الطفل وطبيعه تكوين جسمه وازاي لازم نهتم ببعض الفيتامينز عشان طفل جسمه يتبني. طيب المعايير الجغرافيه طبعا انت هتقدر تبيعها اكتر في المناطق السكانيه اللي فيها دخل مرتفع، زي مثلا في اوروبا، في دول الخليج، في لكن الدول الفقيره زي افريقيا، بعض الدول الفقيره في افريقيا دخل الفرد شهريا لا يتجاوز الدولار الواحد يعني، فانت هتبيعها له ازاي يعني. تمام. طيب على المستوى الاقليمي بتقسم بقى جغرافيا. على فكره شركات الادويه من اكثر الشركات التي تستخدم في عندي سؤال بقى هسيبكم كده ثانيه تفكروا فيه، هل نستخدم معيار واحد في التجزئه؟ لا، الاجابه لا، نستخدم جميع المعايير في التجزئه، بس شركات الادويه دايما بتحط المعايير الجغرافيه لها اولويه كبيره جدا، لان دايما عندها، حتى انت تلاقي من حد يشتغل في شركه ادويه وترقى جامد يقول لك ايه، انا براند مانجر، مدير علامه تجاريه لمنطقه مصر والشرق الاوسط، الشغل بتاعي من دبي، او انا هدير من لبنان، او انا الهيد اوفيس عندنا لمنطقه الشرق الاوسط في مصر، فانا موجود فوق، وهكذا. طيب طبعا دي معايير تجزئه السوق برضو، يعني بنكمل معايير تجزئه السوق اللي هي حاله الشراء، الموقع ومين اللي بيشتري ونوع الشراء وخصائص المستهلكين السكانيه. ده في سؤال صغير عايز اسالكم فيه كده، وانا العميل بتاعي الاباء والاطفال فقط في موضوع بيع الفيتامينز؟ فاتت 5 ثواني ومحدش جاوب، فانا هرد واقول لا، انا عندي عميلين تانيين مهمين جدا، عملاء تانيين مهمين جدا، وهم الدكاترة الاطفال ها اللي بيكتبوا روشتة والصيادلة. الاتنين دول عملاء في منتهى الاهمية بالنسبة لي، لازم احطهم في اعتباري بشده. طبعا انا زي ما اتفقنا من شويه بقى لما عملت تحليل لنوع المنافسه في اسواق سوق الادويه، قلت لك منافسه مباشره، لا هي المنافسه هناك غير مباشره، ما فيهاش احتكار، نو ما فيهاش احتكار، وما هي سوق تنافسيه زي سوق المواد الغذائيه، وما هيش فيها احتكار زي اسواق بعض اسواق الطاقه في بعض الدول الناميه مثلا، لكن المنافسة هنا غير، تعتبر منافسة غير مباشرة، اللي هي الشرح اللي أنا شرحته لكم بشأن المنافسة غير المباشرة، لأن أنا عندي في على مستوى العالم 20 شركة أدوية تقريبا معروفين، ها بس 20 يعني أنتوا عارفين هم في منطقة كده في صناعة الدواء بالذات، هم في منطقة، لكن عشان أنا بتكلم على فيتامينز بالذات، لكن في أدوية تانية، في أدوية زي أدوية الأورام وبعض الأدوية التانية كده، والفاكسين، الفاكسين بمناسبة اللي احنا فيه طبعا، يعني اللي هي الحقن الخاصة بالانفلونزا، الفاكسين ده تبقى فيها كم شركة بس من العشرين شركة، فبتبقى شبه احتكار، لكن المنافسة، لكن في الفيتامينز تقدر تقول عليها منافسة غير مباشرة. تمام. طيب ارتباطات نقاط الاختلاف والتشابه احنا اتكلمنا عليها تفصيليا قبل كده، احنا لكن قلنا لازم بقى، انا عندي كده في المثال اللي انا قلته اظن ان نقاط الاختلاف اكثر بكثير من نقاط التشابه، عشان كده انا قدرت ابني مكانه مدركه لهذا الفيتامينز عند المستهلكين، من حيث ابتديت بتحديد العملاء المستهدفين، عملت تحليل لنوع المنافسه، حددت ميزات المنتج وارتباطاته، وبالتالي انتهيت من ذلك. ايه المبادئ الاساسيه بقى لتحديد مكانه المكانه؟ زي ما اتفقنا، معلش هنقولها تاني في صوره نقاط، تحديد مكانه المنتج في اطار مرجعي تنافسي، يعني خلي بالك انا مش بعمل مكان المنتج بعيدا عن المنافسين، لا ده انا بحط اطار مرجعي منافسي، يعني بعيني دايما على المنافسين، باختصار كده بالبلد زي ما بيقولوا ايه، وانا بحط مكانه للعلامه عيني على المنافسين، عيني على المنافسين بيعملوا ايه، بيعملوا ايه، في حاجات هعمل زيهم لانها ديفولت حق مكتسب للمستهلك، وفي حاجات هختلف عنهم، وبعد كده ابتدي اشوف المستهلك ايه هي اتجاهاته بالظبط نحو نقاط التشابه والاختلاف
لدي مقارنة بالمنافسين، كويس، وبعدين ابتدي اشوف ايه الى اي مدى اقدر اطور. طب هل هناك طول الوقت بقى بعمل تحديث لنقاط الاختلاف وبعدين بطور وضع جيد للمدى. خلاص، في النهاية أنا أقدر ألخص لحضراتكم كل اللي فات في هذه المحاضرة، إن أنا حريصة على وصف المكانة المدركة للعلامة التجارية من خلال التقسيم السوق، من خلال تحديد نوع المنافسة، من خلال تحديد نقاط التشابه والاختلاف بيني وبين المنافسين. في مصطلح لطيف جدا اسمه سحر العلامة. سحر العلامة بيتولد نتيجة الاختيار الجيد لتصميم شكل العلامة بلس التنفيذ الجيد لشكل العلامة. ده السحر المبدئي، لكن هذا لا يتنافى أبدا من أن أنا أشتغل بقى على كل النقاط الأخرى الخاصة ببناء الارتباطات وبناء المعرفة وبناء الصورة وبناء الوعي وما إلى ذلك من النظريات المختلفة. احنا كده خلصنا هذه المحاضرة، واشوفكم ان شاء الله او تسمعوني على خير بإذن الله المحاضرة القادمة، وبإذن الله تطمنوا خالص هيبقى فيه تدريبات ومراجعات وشكل نماذج أسئلة بإجاباتها، وهيبقى فيه بإذن الله كمان متوقع منكم ان انتوا تسلموا الأسايمنت بتاعكم بالصورة اللي انا قلت لكم عليها، ولو عندكم اي اقتراحات تانية لتسليم الأسايمنت تفضلوا ابعتوها لي، انا متفاعلة معاكم جدا وما عنديش اي مشكلة فيها. الف سلامة.